جلسة اليوم ينضم معنا عبر الهاتف مراسلنا سرمد الفاضل. مرحبا بك سرمد. هل ستمكن مجلس أو يتمكن مجلس النواب من التصويت على قانون مفوضية الانتخابات، خصوصا أن هناك إجماع نيابي لتمريره؟ يعقد مجلس النواب جلسة مسائية ارتأها لنفسه لإقرار حزم انتخابية كما يوصف في مجلس النواب، وهي قانوني الانتخابات، انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون المفوضية بالإجماع كما ذكرت. وفعلا هناك إجماع على تمرير هذين القانونين بعد أن استغرق نحو تقريبا 5 أيام أو 4 أيام مجلس النواب اجتماعات بخصوص هذين القانونين. الأقرب للتشريع يبدو أنه قانون انتخابات مجلس النواب على اعتبار أنه ضرورة ملحة أكثر من قانون المفوضية. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك نسختين بخصوص قانون انتخابات قانون المفوضية، فبالتالي هناك نقاش مستمر حول الموضوع. هناك نسخة مقدمة من رئاسة الجمهورية وهناك نسخة معدلة على النسخة المقدمة من رئاسة الجمهورية قدمت من قبل رئاسة الوزراء. فبالتالي الأقرب للتشريع هو قانون انتخابات مجلس النواب وسط تدافع نيابي على هذا القانون، سعيا منهم لكسب الشارع أو تهدئته على الأقل بعد أن يعني استقالت الحكومة. فقط لكي أفهم سرمد، يعني هناك قانون الانتخابات، هناك الآن لديه نسختين، نسخة من البرلمان ونسخة من رئاسة الجمهورية. نسختين هناك، نسخة من رئاسة الجمهورية ونسخة من رئاسة ما الاختلاف بينهما؟ ما القانون الأقرب للشعب وما الاختلاف بينهما؟ يعني قانون مجلس رئاسة الجمهورية عدل عليه رئاسة الوزراء، هي نسخة واحدة لكن دخلت إلى مجلس النواب بنسختين على اعتبار أن النسخة الأم هي تصل أيضا، يمكن لرئاسة الجمهورية أن ترفع مقترح قانون مباشرة أو ترسله إلى مجلس النواب دون المرور برئاسة الجمهورية أو بدون المرور برئاسة الوزراء. وللأخير أيضا إرسال نسخ من القوانين كما تحتاج الحكومة، يعني بالعادة إرسال مثل هكذا قوانين إلى مجلس النواب دون أخذ الإذن من رئاسة الجمهورية. هناك يعني بابين لتشريع القانون إنجاز الوصف. أولا أن تأتي المقترحات من رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو أن ترفع من اللجان، فبالتالي هذا القانون هو جاء من رئاسة الجمهورية والوزراء بعد أن عدل من قبل الأخير. يتضمن اختلاف في بضعة فقرات. نتحدث مثلا عن قانون المفوضية، في قانون رئاسة الجمهورية قال بأنه 3 قضاة والبقية 4 ينتدبون من قبل مجلس الخدمة الاتحادي وكذلك يرشحون عن طريق أساتذة، يعني هم أساتذة جامعيين لديهم خبرة في مجال القانون الدستوري وما إلى ذلك. بينما قانون رئاسة الوزراء قال لا، العدد يكون 5 قضاة والبقية يعني الفردين الآخرين هم أساتذة جامعيين. ربما هذا اختلاف، يعني اختلاف ملفت للنظر على اعتبار أن القضاء لماذا لا يكون هم 7 قضاة أو لا يكونون قضاء بالمطلق ينتدبون من قبل الجامعات أو ما إلى ذلك. هناك هذا خلاف، إضافة إلى أنه موضوع قانون انتخابات مجلس النواب مثلا يفترض أنه العدد 241 أو 243 و9 مقال للكوتة يصبح العدد 251، هذا فيما يخص قانون النسخة المرسلة من قبل رئاسة الوزراء. أما القانون المعد من قبل رئاسة الجمهورية يفترض العدد 231 على اعتبار أن لكل 100,000 ناخب مقعد، وهذا يحتاج تعديل دستوري. بالنهاية هذا يعني هذا القانون تحديدا هو مرتبط بالتعديل الدستوري، لا يمكن أن يتم قانون بهذه الشكل والطريقة، لأن الدستور يفرض أو ينص على أن لكل 100,000 نسمة مقعد، ونحن نتحدث عن 230، أي ما معناه أن يعني النسمة السكانية أو عدد الناخبين يعني 20,300,000، بينما العدد الحقيقي ل يعني النسمة السكانية للعراق نتحدث عن 38 مليون. طيب أو رقم يختلف عن الرقم القبله.
طيب سرمد، يعني اليوم يعني في جلسة اليوم هل ستكون خالية من طرح مثلا أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء، أو حتى مثلا نقول أنه ليس فقط أسماء، أنه مثلا صفات رئيس الوزراء القادم؟ يعني هل سيكتفي اليوم مجلس النواب فقط ب يعني نقول تمرير قانون المفوضية والانتخابات؟ قضية طرح مرشح فعلي لرئاسة الوزراء ربما هو مستبعد في جلسة اليوم، على اعتبار أن الكتل لم تختمر يعني الصيغة النهائية جاز الوصف لقضية من سيكون رئيس الوزراء القادم، على اختلافات أو خلافات بين الكتل. أولا لم تحدد من هي الكتلة الأكبر حتى هذه اللحظة، سارون تقول بأنها هي الكتلة الأكبر وتنازلت عن حقها، تنازلت عن الشعب، وبالتالي هناك رأي يقول ليس بإمكان المتظاهرين أن يحددوا، على اعتبار أن هناك اتفاقات سياسية هي من تأتي بأحدهم إلى رئاسة الوزراء. هذا جانب. الجانب الآخر، حتى في ساحات التظاهر لم يحددوا اسما ولا شخصا، وبالتالي هو هذا أضاف مزيد من التعقيد على حوارات الكتل السياسية. ناهيك عن أنه هناك تحركات سياسية لتشكيل كتلة أكبر، نتحدث عن أطراف بعيدة عن سائرون والنصر، نتحدث عن الحكمة، الكرد، الفتح، هم يريدون أو يحاولوا أن ينشئوا كتلة أكبر أو يشكلوا كتلة أكبر داخل مجلس النواب، ومن ثم يقدمون المرشح. على أي حال هناك وقت لا زال بيد رئيس الجمهورية، أو على الأقل الكتل التي ترشح رئيس ترشح رئيس الوزراء يعني نجد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية. هذا الجانب. الجانب الآخر فيما يخص مواصفات رئيس الوزراء، الكل يجمع سواء الشارع أو البرلمان أو الأوساط السياسية يجمعون على أنه لا يتمتع بجنسية أخرى غير العراقية، لم يشارك في المناصب السياسية منذ 2003 حتى هذه اللحظة، إضافة إلى أنه لا يكون حزبيا وما إلى ذلك. هذه الصفات العامة ربما هي أيضا يعني تعقد المشهد بوجه الكتل السياسية. يتحدثون عن رجل. وضحت النقطة سرمد الفاضل مراسلنا مجلس النواب، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.